بدي سيدنا ركوفر باكري وغير ويسودي وحكوري بدي فوسيا حشادن بقيسي محكمة ده ما هو يقول لهم سو لكي من بركة وغير يوها بانفر وحنا يبسطه شخصية وح يبسطه هدي عن فيريو قبل كسومال لأنمر كان فيريو إن بدنا أو دولة أي قطين ومانتا إدت كسومال لأن إكهل لنا جبته لبي يطول ما يلهدين نلوغة شري وكوكا بسكوكا دي ميسي ده إنتاس أنت نسي حوغي سنين ناسيكو شعبك كل خن مجال العاصمة ده مقدس وأي عكاري تدي بتاي قوان كشلا محكمة ICJ أي دل كينا وحكم ساي بدأ أي مرك جل سكينيا مرك لجري بالله بيت همال تاسو كدجن إن قول وين أسوه يتدد كصماريات سدو قعد قرردي عبر كأي سود جسم محكمة ICJ وحال الله لي لما عن دهدي دوز سكينيا هل كلا قبل أي دوضع صماليا هيا شيء وحاجر دت صماريات وأركا إن نحرك حكم كمحكمة أي تهاي مثل لجو مسلحين يكينيا ما دام لبيت هم الأوقاب كمذا بدأ الصومالي لوجر كينيا. بدأ سيدنا ركوفر باكري وغير ويسودي. وحكوري بدأ فسيا حشادن بقيسي محكمة ده. ما هو يقول لهم سو لكي من بركة وغير يوها. أستان تينك استو فرماش ما مدحوني ودك هي هاي وانت وقرأن ساي عن لا إنكير كرر مدحتي كده بس إنك ما تري ريح سيتا ويهاي. حتى لو حوي يعني أنا في هانس سنة أمسني. كفر مخويا أبقى أسودي كفر لو كنت أنا مثل ده. كفر بقى كده ها. يجا كذي والله أجي هاي واحد ويجي بارو كي يجي يجا لقي ديدي. أنا قلت هدي عن فيريو قبل كسومال لأن مر كان فيريو. إن بدنا أو دولة أي قطين ومانتا إدت كسومال لأن إكهل لنا جبته. وعكم إذا كان يصد مر دحاس لقى فوري لقى ما الله حتى مقل موسب حتى مقلو وحان لي هاي سومالي وامد وقوي يكون فور وحي كلقتين مالي سومالي ورنا لدعي ما قرتي لبي طوان كامل سومالي ورنا لقى دعي سومالي هان سوو عشان يسو وحان لي هاي دتك شعب كريم وقدشو دتك واسكو وضمد دولان كهالميل هلقى وضو دتك قار وقوي كسو جيدو وحان ليه هذا لذا داها يان كونفورا بدأ قدطي وقوي نوي سوء لسي وقالت ورطا انو تاكين تال اقمان نان اقلانين هدا نو مانتا اوضو حينو هسا هاتا وحان ليه يا نين لان دعي بر اقل وفلان اقل وواح اقل وفرمنان اقل بالي لابي يطول ميل هدين نلوغة شري واكو قبسة كو قدي ميس دا انتاس انت نسو حيوغي سنين ناسي جو قوش الصومالو نمبا اسكالي شخص قار ومالها حساهاتي مال والبعاب بوليا دل والبعاب بوليا مدحوين بوليا حكومة بوليا انا قد دلك ان تاكرل اكما اقل نهرد يبيتونا لكن واكو قبطا واكو قبطا يوحك لهم محال ليري والقاتا يقدر الهي بوالقاتا هدي مرة حكوكا سودعي انت ايضا اقبلين dadkii nooga masuulka ah siyaasadda iyo maxkamadda laftigeeduna ayaga laftigoodu ma aqbaleen maxkamaddu ay isaa go'aamisay war dhamaaday de kadib hadal ma yaalo waxaan u maleynayaa wax badan oo naga maqan inay jirin inta naga maqanna waanu ka xunahay kulligeen haday wax naga maqay inta naga maqan 12 mayl waxaan ku tala galay ma waa xukunka maxkamadda badda sideedina ka koofur baagadi rooyir way soo dhiyeen waxa kuuri بدأ فسيا حشادن بقيسي محكمة ده ما هو يقول لهم سو لكي من بركة وغير يوها بانفر وحنا يبسطه شخصية وح يبسطه هدي عن فيريو قبل كسومال لأن مر كان فيريو إن بدنا أو دولة أي قطين ومانتا إدت كسومال لأن إكهل لنا جبته لبي يطول ميل هدي نلوغة شري وكو قبسة كو قدي ميس ده إنتاس إنت نسو حيوغي سنين ناسيكو شعبك كل خن مجال العاصمة ده مقدس وأي عكاري تدي بتاي قوان كشلا محكمة ICJ أي دل كينا وحكم ساي بدأ أي مرك جل سكينيا مرك لجري بالله بيت همال تاسو كدجن إن قول وين أسوه يتدد كصماريات سدو قعد قرردي عبر كأي سود جسم محكمة ICJ وحال الله لي لما عن دهدي دوز سكينيا هل كلا قبل أي دوضع صماليا هيا شيء وحاجر دت صماريات وأركا إن نحرك حكم كمحكمة أي تهاي مثل لجو مسلحين يكينيا ما دام الله بيت همال أقاب كمذا بدأ الصومالي لوجر كينيا بدأ سيدنا ركوفر باكري وغير ويسودي
وحكوري وده فسيح شادن بقيسي محكمته ما هو يقول إنه سو لكي من بركو جور يوها عشان تنك استو فرماش ما ومدحوني ودك هي هاي ودا وقرن ساي عن لا إنكير كرر مدحدي كده بس إنك متي ريح سيتا وياي حتى لو هو يار أنا خي هانس سنة أمسني كفر مخويا أم حا صدق يكفر لو كتنا أمسنتا لك iga laga diiday anaga wadanka Soomaaliya markuu burburay walaalow qoy meel kale iyo leebi mijirto laakiin goofurta maabadi way gatay banfur wax ma iibsato shakhsi ay wax iibsaday hadii aan fiiriyo gobolka Soomaaliland markaan fiiriyo in badan oo dawladda ay gateen oo maanta ay dadka Soomaaliland ay ka hadlina jirto waxa kamid ah kaniisadii mar dhaxdaas laga furay laga ma hadla xataa magala Muuse Biixi xataa magalo ee waxaan leeyahay Soomaali waa mid وقوي يكونفر وحي كالاقتين مالي صوماليو نال داعي ما قررتي لابي يتوان كامل صوماليو نال داعي صوماليان سوو بذع عشانيسو وحان ليه هاي دادك شعب كريم مقدشو دادكو واسكو وضميد دولان كهالميل هلقا وضو دادك قار وقوي كسو جيدو وحان ليه هادا لادا داعيان كونفرها بدا قدتي وقوي نوي سوو عليسي وقالت horta anagu taakay inta la eegmaanaan ogolaaneen hadaanu maanta awood u hayno hasa haa waxa la yiri yaa nin la dhacay bar ogol oo falan ogol oo wax ogol oo farmanaal ogol baa la yiri 12 meel haday nalooga jaray waa ku qabsay ku qadimay sida intaas intaan u soo xogaysanayna si joogto guusha Soomaalo dhan baa iska leh shakhsi gaar u ma laha hasa haa meel walba aab u leeyay dal walba aab u leeyay madaxweynu leeyahay xukuumad buu leeyahay anaga dalkeena taaka dhul aan kama ogolno horda iyo biyo toona laakiin waa ku qabataa waa ku qabatay iyo wax kale maxaa la yiri waa la qaataa iyo qadar ilaahay baa la qaataa hadii mar xukunkaas u dhacay inta iyada ay aqbaleen dadkii nooga mas'uulka ah siyaasadda iyo maxkamadda laftigeeduna ayaga laftigoodu ma aqbaleen maxkamaddu ay isaa go'aamisay war dhamaaday de kadib hadal ma yaalo waxaan u maleynayaa wax badan oo naga maqan inayna jirin inta naga maqanna waanu ka xunahay kulligeen hadday wax naga maqan inta naga maqan oo 12 mayla waxaan ku talagalay meel waa xukunka maxkamadda madax badda sideedina ka koofur baa gaday oo qoyna way soo dhiyay waxa ku yiri badda fasiix jaadan baa geysay maxkamadda ma hadlo guuleed inuu soo ninkii minbarka ugu horeeyay u ahaa banfur wax ma iibsato shakhsi ay wax iibsaday hadii aan fiiriyo gobolka Soomaaliland markaan fiiriyo in badan oo dawladda ay gateen oo maanta ay dadka Soomaaliland ay ka hadlina jirto 12 meel haday nalooga jaray waa ku qabsay ku qadimay sida intaas intaan u soo xogaysanayna si joogto shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa ka aragti dhiibtay go'aanka shalay maxkamadda ICJ ay dalkeena ugu xukumisay badda ay murka gelisay Kenya marka laga reebo 12 maal taasoo ka dhigan in guul weyn ay soo yeeshay dadka Soomaaliyeed sida ku cad qariiradii cabirka ay soo dejisay maxkamadda ICJ waxaa la laalay dhammaan doodihii doodista Kenya halka la aqbalay doodaha Soomaaliya hay'adaha waxaa jira dad Soomaaliyeed oo arka in nuxurka xukunka maxkamadda ay tahay mid lagu maslaxeynayo Kenya maadaama 12 meel oo qayb ka mid ah badda Soomaaliya loo jiray Kenya badda sideedina ka koofur baa gaday oo qoyna way soo dhiyay waxa ku yiri badda fasiix jaadan baa geysay maxkamadda ma hadlo guuleed inuu soo ninkii minbarka ugu horeeyay u ahaa aastaan inkastoo farmaaj ba madaxweynuhu wadanka yahay oo de magaran saay aan la inkiri karno madaxdii ka dambeysay ninka igmatay riix sayta uu yahay haddana waxa weeyaan anigu xaqiiqa ahaan siyaasan aaminsanay kofur baa gadaha iyaga gaday waa la ogyahay wax aad weeye baarlamankiiga iyaga laga diiday anaga wadanka Soomaaliya markuu burburay walaalow qoy meel kale